وطن منحازون للحقيقة. الضغوط الفعلية تأتي من خلال الاستهداف الإسرائيلي للمشاركين، ومن خلال تشديد الحصار، ومن خلال اغتيال أبناء شعبنا في ساحات قطاع غزة. لكن هذا الضغط الإسرائيلي من حصار واغتيال وقتل وقصف وتصعيد عسكر ومحاولة لسحب المسيرات العسكرة لن يثنين عن المشاركة والقدوم إلى ساحات مخيمات العودة. لذا ترى اليوم الجماهير رغم كل التحذيرات، رغم كل المخاوف، رغم كل أدوات الإرهاب الصهيوني، تأتي الجماهير في غزة اليوم تؤكد على حقها في التمسك بحقها بالعودة، على تصديها لسبقة القرن، وعلى تمسكها بحقنا في كسر الحصار والعيش بكرامة. كل محاولات لن تفلح أبدا في ثني الفلسطينيين عن القيام بدورهم في حماية حقوقهم في الحرية والعودة وكسر الحصار. حققت مسيرة العودة جزء من إنجازات أهم من نحن نتحدث عن إنجازات، نتحدث عن مسيرة مستمرة وعن نقاط تراكمية. بمعنى آخر أننا ذاهبون باتجاه الأهداف، لكن إسرائيل وبعض قوى الإقليم والأمريكان لا يريدوا لمسيرة العودة أن تنتج أهدافا أو تحقق الأهداف، لكن بإصرارنا بعطائنا سنصل لأهدافنا. لذا من مبكر جدا أن نتحدث عن إنجازات أو فشل، نحن نسير في الطريق وإن شاء الله سنصل إلى أهدافنا الوطنية الفلسطينية إن شاء الله عما قريب. حول حق اللاجئين الفلسطينيين في اليوم، هذه الفعالية جاءت تحت عنوان لن تمر المؤامرة على حق اللاجئين يا وكالة الغوث أو أي ومعهم وأيضا المشروع الصهيوني الأمريكي. لأننا نستشعر أن هناك محاولة أمريكية صهيونية للانقضاض على حق اللاجئين في العودة، وتبدأ هذه بتقليص الخدمات، بإضاعة حق اللاجئ، بالضغط عليه ليجبروه عبر الضغط المتواصل في محاولة ابتزازه في لقمة العيش أن يوقع صفقة القرن أو يقبل أي تسوية. لكن اللاجئ الفلسطيني يمتلك من الوعي ما يكفي لكي يستمر في الحفاظ على حقه في العودة. أنتم في هيئة العليا لمسيرات العودة وأيضا في القوى الوطنية، هل هناك اتصال مع إدارة الوكالة وما هي فحوى هذه الاتصالات؟ نحن هناك لجان مختصة بالاتصال بوكالة الغوث، سواء في لجنة المتابعة أو في دائرة شؤون اللاجئين أو في الهيئة الوطنية. لكن في نهاية المطاف عندما نرى أن هناك مؤامرة وأن هناك التفاف وهناك تساوق مع المشروع الأمريكي والإسرائيلي من قبل بعض موظفي وكالة الغوث، لن يكون أمامنا أبدا بد إلا أن نأتي لكي نتظاهر ضد كل هذه الإجراءات. وطن منحازون للحقيقة.